اليوم الافتتاح مشروع كبير زي ميدان شبرا الخيمة اللي هو يعني مدخل مهم جدا من مداخل القاهرة ويقع على الحدود ما بين القاهرة والجنوبية. العمل عمل كبير بيحل مشكلة أعتقد كانت تؤرق الكثير من دوار القاهرة القادمين من الدلتا عن طريق اسكندرية القاهرة اسكندرية. ما شفنا النهاردة الحل الهندسي المعمول واللي تم تنفيذه في وقت قصير جدا أقل من 5-6 شهور، ودي حاجة جميلة جدا تحسب لسيد محافظ القليوبية وتحسب أيضا لشركة مقاولين العرب التي قامت بهذا العمل وتحسب لاستشاري المشروع دكتور أسامة عقيل، وإن شاء الله ده يكون يعني فاتحة لمشروعات أخرى كثيرة تقوم بها محافظة القليوبية وتقوم بها محافظة القاهرة أو تستفيد بها محافظة القاهرة. كما قلت هذا مدخل مهم ورئيسي لمحافظة القاهرة.